يو واتساب كاين جيت لكم فيديو جديد ورياكشن جديده وهذا الرياكشن اللي غادي تكون سبيشال علاش حيت عمرنا رياكتش على الفرده واليوم جاتنا الفرصه باش نرياكتو على الفرده وهذا الرياكشن اللي غادي تكون سبيشال بالروج ولا وغادي تكون ناضي ديال بصح سو اللي كنت اول مره تشوفني مع كدير جيم كومونتير سبسكرايب من ستوري خشر من هكا راك سميتو الغربه يعني غادي يكون شي تراك اللي حزين ديال بصح شي تراك اللي يكون حساس ويكونوا فيه الفيلينغز بزاف ديال اللعيبات ثم يطلعوا خشر من هكا حتى اول مره تشوفنا دير جيم كومونتير سبسكرايب سو ليتس فاكين جو الفردة فيت مو موي هودي ولا ما نعرف شنو بحال هكا تحية ليك بيك اب وخا ما كنعرفكش الصاد المهم بيك اب ليك اخوش سير الفردة سير ترى تعبنا في الغربة غربة 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 اخ يا غربة 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 ترى تعبنا في الغربة غربة 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 اخ يا غربة 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 مي اموري جو تام الغربة بكتني خلاتني زفان الحزن لا الفردة هادشي اللي كنعرفو عليك اخاي الفردة شو 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 تراك باين نادي الخوت سير سير عطى واحد دقيقه اخوش شوف حنا غنوليو فردات معاكم دبرتو عليها طيتها دبرتو عليها الفرده شوف قلت لكم فواحد الرياكشن الخوش اي رابور دار لنا بكاكول حنا غنديروا الرياكت على بكاكول سير على اوكي اوكي يلا خاي الفرده مزكنا شوف غنتمزكو بكاكول الخوش وغنرياكتو بكاكول فهمتي حنا كاملين فردات الخوت فهمتيني وما نساش لي جيمو كومونتير سير خاي الفرده اوكي الفرده كيرياكت على الفرده فهمتيني تراك ناضي سير اوكي ترى تعبنا في الغربة غربة 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 اخ يا غربة 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 اوكي ترى تعبنا في الغربة غربة 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 اخ يا غربة 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 مي اموري جو تام الغربة بكتني خلاتني زفان كان ضربو هادي وزناقي هفان دابا شوف دابا التراك فيه الفايب تراك كيمزك ولكن الكلمات ليريكس حزينه صح حنا ما عرفناش غادي نشطوا مع التراك هذا وغنضحكوا وغنفرحوا ولا غنحزنوا فهمتيني ولكن الخوت حنايا فهاد الفاكين شانل ما كاين غير ما كاينش الحزن عندنا حنايا هذا الهابينيز السعاده وهاد كاكول حرقني يا خويا شوف كاكول خنقني يا خوتي فهمتيني ما بقاش نايا فهاد الصاد هذا غادي لكم كاكول يا خوتي فهمتيني سير على الله مسكنا خاين فرده هاشم ممشي وصحابي اللي في دال كازا ومريسكي بحياتي ولا توريفل بابور لي تاني مشي بلا رجوع راسم احلامي في لحمي هاد انوي الخوت عرفتي الروابا كاملين صوروا حداها كاع الافلام صوروا حداها هاد انوي الروابا واش دابا كازا الخوت واش فيها غير دوك ناطحة السحاب وما عرفتش عمارات وما عرفتش شنو خوت كرياتيفيتي ما تبقاوش تعاودوا الحاجة صاحبي كاع خطوطو بلادات الناس انا قلبي موجوع لازار لامي الحراده ماشي حقاده ما تحقدوش عليا الحراده شوف انا كنجيجي وداكشي اللي بان لينا وصافي دوري مي 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 العرق طفي 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 دوري مي 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 يطفي في في انا بالي سفر قلبي وجاني حسيته كسر غربه مسالمه عطتني في خطر خلتني دابا الفرده هو اللي داير كاقول كامل والاخر اللي داير مديدرات دابا الاخر هو موي هودي ولا ما نعرف سي عز البشر متوحش ليوم اللي تسهر عشان تطمن وتدهلي في الليل متوحش لابويا اللي قلب خونا واقيلا جزائري الخوت من اللهجه ديالو الا كان جزائري الا كنتو كان جزائري حيت ما عرفتش خونا شكون هو اللي كان الخوت جزائري ولا شي لعبه قولي في الكومونتيرات باش نعرف بناتي متوحش لبلادي ويا مترفي دوري مي 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 في 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 دوري مي مي تعبنا في الغربة غربة 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 والله إلا تعبنا احنا اصلا في بلادنا وما نحسو براسنا مغربين الخوش واحد قرب اخ يا غربة 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 ترى تعبنا في الغربة غربة 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 اخ يا غربة 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 شي
بنادم الخوت كي داير هو باش كان فقير وما عندوش شي جاو كريثه وتعداو عليه وتكرفصوا عليه هو منين جا داك خاينه خدمو ما عرفناش الخوت واش خدمو راه وحنا فاش خدمو يقدر يكون خدمو في البيضاء ولا في الحمراء والبيضاء منى مورا الله وعلم الخوت المهم خدمو خونا شوف منين جاو شاو متعامل معاه بنادم كيفاش كله كيفاش داير الخوت سير ديريكتيد باي عدنان كيبال تحية ليك اخي عدنان كيبال بيغ اب ليك سو جايز كادوا التراك ديال الغربه ديال الفرده الخط تراك اللي زوين تراك اللي مؤثر في الفيلينغ زعما تراك كيمزك وفي الوقت خصك تعيش مع ليريك فحال هذه فهمتيني سو جايز ديك اول مره تشوف الملك دير جيم كومونتير سبسكرايب حنا بالرجوله كنتسناو التراك ديال سعد السولي مع فيت ستيفن كيرا الخوت شوف اكس ستيفن كيرا وسعد السولي يحطوا لنا شي بروجي اللي زوين يحطوا ما عرفناش وقتاش بالضبط لا دات ما قالوش لينا ولكن انا متاكد غيكون واحد البروجي اللي ناضي سو كنتسناو باش رياكت عليه لفارس ما عرفتش موقعش انا كنتسناو داك التراك ما يخرجش يخرج مزيان الدجال واحد قرب والله ما غيخرج داك التراك تيخرج مزيح الدجال سلكت اول مره تشوفني جيمو كومونتير سبسكرايب تهلاو بيز